بحنشه بالكرنب. دونك هنا عندي الكرنب نفهمك فيه. الوغ الا حبيتي ما تغليش نعطيك التكنيك باش ما تغليش. خذي الكرنب نتاعك ديري في الكونجيلاتور في المجمد يومين هكا، صديق هاد الخطوه لازم ديريها 3 ايام قبل ما تطيبيه. صديق يومين خليه في الكونجيلاتور، خليه نهار يديكونجلا، قدي تقلعي الورق بلا ما تغليهم باش تستعمليهم، لاننا نحتاجو كرنب كبير وورق نقدروا نخدموا بهم المحنشات نتاعنا. هذه الحاجه الاولى، ديريه في المجمد ومن بعد كينا يومين وبعد كينا خرجيه خليه نهار ويديكونجلا باش تقدي تقلعي هذوك الورق بكل سهوله. جربيها بكل سهوله، جربيها وقولي لي. انا ما قدش نخليه يومين عاد نوري لكم. بغيف كي فاهمه. هنا عندي لحم مفروم، عندي روز، عندي بصل، عندي طماطم مصبره، عندي هنا قرفه، عندي بهارات مشكله، وعندي ملح في الكحل، فلفل احمر. هذه بالنسبه للحشوه نتاع الكرنب نتاعنا، راح تشوفوا كيفاش راح نديروه. وهنا عندي سكيبا لا كومباني، الشيء اللي راح يرافقه. عندي هنا جزر مبشور، عندي هنا ياورت طبيعي، وعندي مايونيز، وعندي هنا جوز مهروش، وعندي معدنوس وملح فلفل اسود اكيد. دوك هنا راح ندبل شويه هذيك البصله نتاعي. فوالا ندبلها شوي باش نخدم فيها لاكومبانيمون. تمام. هنا واش راح ندير؟ هنا راح نخدم الحشو نتاعي. دروك هنا عندي هنا كفتة، عندي بصل، عندي روز. روز تكوني سلقته نص سلقة، تشليه مليح مليح، تطيح تقعي لها ميدون تاعه، تسلقيه نص سلقة، ومن بعد تحطيه هنا، حطيه مع الحشو نتاعك. يعني حتى الكفته كنا قاعدين نديرو كميه تقل لانه يغرم، يعني وتكثري الروز. اذا حبيتي مثلا قادره غير 200 غرام 200 غرام كفته، دير لها كميه تاع الروز نفسها ولا 300 غرام تاع الروز وتغرم لك غايه الغايه. درنا بصل نحرك، فوالا نحرك. واش ندير؟ قلنا نديرو التفاوح. عندي ملح، اوكي، فلفل اسود. عبالكم شو بالا نتوما كيما انا من حب ندير بيديا، جي دي مال شفتو المغارف كيكونوا صغار كيما هاك يجوني تاع الشيكي وما ما نقدرش نعبر بهم مليح، وكل ما ندير المغارف كيما هاك تجيني مسوسه. درك هنا سي بون، نزيد شويه قرفه غبره، ونزيد بهارات مشكله. فوالا ونخلط هذيك لا بريباراسيون تاعي الحشو، ونزيد لها طماطم مصبره. فوالا فوالا، ها هو ده الحشو تاعي واجد. زودية تاعي راها واجدة، نقلعها غير دبليها شوية، يعني ما راحش ماشي تتروح للكاع، غير تدبال شوية وصايي. هنا نديرها في الآخر نخليها تبرد شوي. لو طون اللي ندير لك أنا نوري لك كيفاش راح نرولي ومن بعد نكملو. ألوغ ناخد سكين، أوب، نجيب الورق نتاعي، الورقة شابه. فوالا هنا نقلعو القلب نتاعها، بهذا الشكل. اوب نجيب طبسي نحط فيه، ونقطعوها على اثنين. وهنا نجيب الحشو نتاعي كيما نديرو المحنشات يا جماعة. فوالا فوالا، وتلفيها تزيري مليح، تلفيها بهذا الشكل اي تو سير بيان. وهنا
تجي دوري هاك المحنشة بهذه الطريقة، هكا بهذه الطريقة ناخذ ان بلا وتحطيها فيه.